هي مشكلة فعلا في هيبة الحكام، هي هيبة الحكام نفسها مفتقدة بقى لها فترة بصراحة. كابتن عصام وحضرتك متابع الأجواء ومتابع الأحداث كلها، ودايما لما حد بيغلط ويسكت ما بيكونش فيه عقاب، فخلاص انت بتفتح الباب انك ممكن تغلط تاني. الحكام مسؤولين، الحكام ليهم لجنة وليهم كيان، وهم لازم يحافظوا على كيانهم. أمين عمر ممكن يتحرك ازاي؟ يعمل ايه اللي تهاجم النهاردة؟ الله يكون في عونه. هيروح لمين؟ المفروض في لجنه. هيروح لمين؟ هيروح للجنه المؤقته ولا لجنه الحكام؟ اضعف منه. اضعف منه كابتن وجيه احمد، صح؟ كابتن وجيه يعني ما خلاص بتاخد، مش في قرار اتاخد ضد اللعيب لغايه دلوقتي؟ ما فيش قرار طلع ضد اللعيب اعتقد، لكن احنا بنتكلم عقوبات مرتقبه. عقوبات كلها يعني بنت في الكواليس 100,000، تخيل يعني عقوبه و100,000 جنيه، 100,000 جنيه يعني مع احترامي في لعيبه كتيره جدا بتاخد اكتر من 15 و20 مليون جنيه في السنه، ولما يطلع عقوبه يقول لك طب يدفع 100,000 جنيه يعني ازاي؟ لا لا ما شوف، انا بصراحه يعني العقوبات ما تتحسبش بالفلوس، بالدولار. بالدولار ده 100,000 العقوبات لازم بالدولار. شوف انا اشوف اللوائح المماثله في الدول الاوروبيه سواء باليورو او بالدولار، واشوف العقوبه اللي بيعمل كده في الاتحاد الانجليزي بيدفع كام، اللي بيعمل كده في الاتحاد الفرنساوي، الاتحاد البلجيكي، الاتحاد الهولندي، اشوف التسعيره بتاعه المجرمين دول. هو كان في حتى لسه الاسبوع اللي فات مورينيو كان بيقول ان انا يعني خدتش بالك بالكلمه دي على ايه؟ خلاص بقى عدت. لا ما عدتش ده النهارده. دول سبورتس كريمنالز، ده المجرمين الرياضيين.